العالم برا كثير خايفين هشام من شو؟ يعني بتعرف الضرائب هلق اللي عم ينحكى فيها كارثة من الكوارث هشام. أثرتي أنت بضرائب؟ أكيد هشام، كل واحد يقيس على حاله. يعني معقولة هشام إذا بدهم يعملوا ضريبة على وثيقة الولادة والوفاة؟ يعني أنا ما بتوفي معي بصراحة، أنت بتوفي معك بتدفعهم مرة وحدة، أنا رايحة راجعة بدي ضل معك. على شيء كمان معه حق هشام وقت جميل السيد قال انه ما بده ضرائب على الالكول لا يضل الشعب خالص مطفي. مزبوط، انا بي متقاعد عسكري هشام، بس سمع انه في ضرائب للمتقاعدين العسكريين بطل اسمه متقاعد، صار متواقف، ضل واقف متاهل. معلش. طيب هلا شو هلا لابس احمر هون؟ شو القصه؟ بتعرف جايين هلق على عيد الحب، يعني عيد الحب. بس شغلة مهمة إنه السنة عيد الحب كتير متراجع هشام. هي. يعني مثل مثلاً حتى البايك مش عارف شو بده يعمل مع الست نورة، راح هو وياها على الكورنيش هشام. بايك شفت صورة. شفت كيف شفت يعني؟ شفت قاعد على الكورنيش يا حرام. وحتى ما قدر يظهر. إيه، وحتى أنا متابعة هشام على الإحصاءات الدرزية وكل الاقتصاد يلي عم بيصير، يعني ما على شيء. شركة لينجري دانا، أوكي؟ أكبر شركة موجودة بلبنان على امتداد لبنان، سبقانية علي شوف حصبية رشية من على امتداد كل لبنان. طبعاً. عاملة عرض مكسر الأرض، تفريعة حمراء مع جرة غاز، قنين تنبيذ وكارة تشريج، ودانا كمان بتروح معهم بالبيعة، كلهم ب$30، ما حدا عم بيشتري. ايه يعني متراجع السوق هشام لورا كثير. حتى انا هشام ماني معايدة السنة بعيد الحب. مش معايدة ابدا، لانه انا اخر علاقة فت فيها من 85 هديته مسلسل انت او لا احد وتركنا من وقتها هشام. ايه ما توفقت، بعدين هو ما توخذنيش، كان مسيحي. شو كان؟ مسيحي. مسيحي. ايه عرفت علي كيف؟ كان من برات الدين. ايه. ولا اهلي ولا الدين بيقبلوا اخذ من حدا من برات الطائفة، يعني توخذنيش، انا ماني بنت البيك، البيك معه جرين كارد. ياخذ من برات الطائفة، من برات الكوكب، مش مشكلة. ايه. بس انه انا وضعي دقيق، عرفت علي كيف؟ ايه. انا قلت له يا حبيبي يا عيني انت مسيحي، بكفينيش مسيحي وعوني، يعني كمان ما هشام معلش لخبرك شغلة. معلش جد تزعلش مني. ولو انت كمان. يعني لو مسيحي قوات على القليل كل 4 سنين بتفق انا وياه مره بالانتخابات مثلا، بس هيك عوني عشان بدي اتفق انا وياه هشام؟ تاخذنيش جد تزعلش مني. لا منيحة منيحة. عرفت علي؟ قل لي ولو انه قولي كلمتين حلوين، انا ماني رومانسيه هشام، قل له مد بقشطه يخوت. واخر شغله هشام كمان بده يبرمني، يعني بدنا نروح نكاسدر نهار احد، طلعنا طلعت يسوع الملك، رحنا على سيدة حريصة وصلى، رجع نزل وطلع على مرت شربي، يعني ما عم بتبرمني 7 كنايس عمدني بفرد مرة. وآخر شغلة هشام وقت دبكناها على المزبوط، قال لي ما علي شي قوم نروح نسهر هيك منغير جو، لو جايين مرة على هالحياة. قلت له ستوب، جايين مرة على هالحياة؟ أنت جاي مرة واحدة. راجعة هشام، معلش أنا لحالي هشام صرت رايحة وراجعة 4 مرات، لاقي نبيه بري بعده رئيس مجلس الأمن. وتركته من 85؟ ما عادش عيدنا خلص. ومن وقتها؟ من وقتها خلص ما في شيء، سنجل هشام. سنجلز من 85؟ إيه سنجل. سهام ولا ضربة؟ أبداً، ما في شيء هشام، بس أنا لأنه بحب عيد الحب، لأنه هو محبة، إن شاء الله بتنعاد على الجميع، جايبت لكم معي اليوم أتيكيت عيد الحب. أول شغلة هشام، الكبار بالعمر اللي بعدهم بيعايدوا مع أنه لا هي سمعته ولا هو سمعها ولا عارفين بعضهم أصلاً، يعني حتى يعني خلص بلش يعيط لأمي، يعني على آخر أيامك يا مشمش. فيها تهدي ريفل لمكنة الأكسجين. ريفل عمل دارك أو لزقة نمر أو قسيمة شرائية من أي مستشفى فحوصات شاملة. هلق يلي مصاحب على مرته حاول انه ما تعفشك بهالليله كرمال ما يتحول من عيد حب لعيد اضحى وضحك فيك. كمان حلو استاذ تفاجئ مرتك بعيد الحب، بس ما تعمل مثل جوز خالتي، جوز خالتي فجأة لمرته تجوز عليها كثير هيك. كمان مدام الكريم شيء كثير مهم،
حلو تكون لما يمسك لك ايدك تكون ناعمه، يعني يحس حاله قاعد هيك مع السلطانه هيام، مش ماسك حبه سلطان ابراهيم عم تجرش تحت ايده هشام. معليش يعني بعده عنده الخرشوف يعني برش سمك هشام برش سمك ايه. واخر شغله المجوزين يلي كل عيد حب بيكونوا دابكينا، ما ضروري كل عيد التبت وزواجكم بولد، لانه هاو ارواح مش مسامير ابدا نهائيا يعني. يا ويلي طلقوا امطر كل عيد وانت هيدي صوت اكبر، كل عيد وانت بخير، كل عيد فالنتاين وانت بخير سهام.